الانسنس اللي احنا كاتبينه، فبمعنى ان هو كمان انكم هتقابلوه كتير في البراكتس، يعني في البراكتس لما تبقى انت جي في ان شاء الله، او حتى قبل كده وانت مع زمايلك والريلاتيفز وكده، كتير قوي هييجوا يشتكوا من البرولابس او pelvic organ prolapse. هو يعني ايه برولابس؟ حد يعرف كده يعني ايه برولابس؟ يعني النهارده هنتكلم عن ايه؟ يعني لو حد يقدر يقول لي ديفينيشن ان انجلش كده. displacement يعني ايه؟ يعني يتحرك. هل برولابس دقيقه لو قلت عليه displacement؟ لا، داون. فهي لازم تبقى داون، هو مش displacement يمين وشمال، ده ما اسموش برولابس. يعني هو بس مثلا بقى على ناحيه او ار دي اف يوترس نتيجه الادهيشن او كده، ده ما اسموش برولابس. فهو فعلا لازم يبقى داون، داون displacement او descent. داون displacement او descent. descent of an organ below the normal anatomical position. يعني ليه normal anatomical position كلنا عارفينها، ولو جينا نفحص العيانه لقينا ان هو لا، حصل descent عن النورمال anatomical position اللي احنا عارفينه. طب احنا النهارده هنتكلم على pelvic organ prolapse. ايه pelvic organ prolapse؟ الاوفريز مش هم دول اللي احنا قصدنا عليهم، قصدنا على اليوترس والفاجينا. يوترس وفاجينا pelvic organ prolapse بالنسبه لليوترس او الفاجينا. هو اليوترس فيه موقع معين below it، اقول ان هو حصل prolapse. لما بتيجي نفحص العيانة نعمل PV examination يا دكاترة، الحاجة اللي احنا بتحسها في اليوترس هي ايه؟ السيرفكس. هو ده اللي انا بحسه، لان السيرفكس ده بارت من اليوترس، عندنا بادي وعندنا سيرفكس. بس سيرفكس، طب السيرفكس ده ليه نورمال اناتوميكال بوزيشن؟ السيرفكس ده ليه نورمال اناتوميكال بوزيشن. المفروض ان السيرفكس ده بيبقى ذا سيم ليفل اوف الاسكيال سباين. الاسكيال سباين اللي هما زي حاجتين بيبقوا موجودين زي شوكتين كده من البوني فالفس، خلاص الشوكتين من البوني فالفس. انت لو جيت تحس اللاترال فالفيك وول هتلاقي زي شوكه كده، فالمفروض ان الشوكه اللي انت حاسسها على اللاترال فالفيك وول دي تبقى ذا سيم ليفل اوف السيرفيس. لما تيجي تعمل بي دي، انا حاسه السيرفيس اهو، هل هو على الليفل بتاع الاسكال سباين ولا لا؟ لو لقيته على الليفل بتاع الاسكال سباين يبقى الست دي ما عندهاش برولابس. لو لقيت ان لا، السيرفيس ده بيلو ذا ليفل اوف ذا اسكال سباين، يبقى الست دي عندها برولابس. فهو ده يعني ايه برولابس بالديفينيشن اللي احنا بنقولها دي. ديسنت بيلو ذا نورمال اناتوميكال بوزيشن. طب انا هعرفه ازاي؟ تعمل بي في اكزامينشن وتشوف السيرفكس ان ريفرنس تو حاجه ما بتتغيرش، فلازم تبقى بون، ما ينفعش يبقى ليجمنت، ما ينفعش يبقى اورجن جنبه، ما ينفعش كده، لازم يبقى بون، لان البون ده هو اللي مكانه مش متغير. فبتشوفه ان ريليشن تو ذا اسكال سباين، لقيته ات ذا سيم ليفل يبقى كده ما فيش برولابس. لقيت ان هو تحت الليفل بتاع الاسكال سباين يبقى كده عندها يوتراين ولا فاجينا برولابس؟ يوتراين. ده يوترس، ده سيرفكس، يبقى عندها يوتراين برولابس. طب ومال الفاجينا برولابس هعرفه ازاي؟ هو انت لو حطيت العيانه في اللايتاتيك بوزيشن وبتعمل لها اكزامينشن، خلاص، وقلت لها ان هي تسترين داون او تبير داون، تحسب، هل طبيعي ان هو من الفايبال رينج انك انت تشوف الفاجينا طالعه؟ لا، نورمالي لا، لان هي عندها تونز وعندها ليجمنتس وعندها حاجات بتسبورت الفاجينا الورس وانتيريرلي او بوستيريرلي. فالمفروض ان انا اقول لها، لما اقول لها تحزق مش هلاقي ان في حاجه طلعت لبره. لو لقيت ان انا لما اقول لها سترين او بير داون، لان هنا مفيش بوني ريفرنس ان انا اقارن بيه زي السيرفكس، فبالتالي في الفاجينا البرولابس انا بقول لها انها تبير داون او ان هي سترين. لو لقيت ان هو الفاجينا الوول طالعه بره الفالفر رينج، يبقى ساعتها بقول ان هي عندها سم اليمنت اوف برولابس. طبعا الفاجينا الوول دي ليها انتيرير وول وبوستيرير وول، مش كده؟ الانتيرير وول دي ريليتد لايه؟ اناتوميكالي ريليتد لايه الانتيرير وول اوف الفاجينا؟ يورينري بلادر واليوريترا. بالظبط كده، يورينري بلادر واليوريترا. فاحنا لو الانتيرير وول اوف الفاجينا هي اللي حصل لها برولابس او ديسنت، هينزل معاها اوتوماتيكالي، لان الاثنين ريليتد، فيري ريليتد لبعض، هينزل معاها اوتوماتيكالي ايه؟ ايوه كلها. امال ايه؟ الانتيرير وول اوف الفاجينا حصل لها برولابس، هينزل معاها ايه؟ البوستيرير وول اوف اليورينري بلادر والبوستيرير وول اوف اليوريترا. خلاص، ده لو كل الانتيرير فاجينال وول. طبعا لو اللور اند اوف ذا فاجينال وول هيبقى اليوريترا هي اللي هتنزل، لو الميدل بارت اوف الفاجينا يبقى هينزل معاها برده اليورينري بلادر. طب لو البوستيرير وول اوف ذا فاجينا هي اللي حصل لها برولابس، هينزل معاها ايه؟ الريكتم. الريكتم، الريكتم ده ريليتد لاني بارت من الفاجينا؟ اللور بارت اوف ذا فاجينا ولا الميدل بارت اوف ذا فاجينا ولا الابر بارت اوف ذا فاجينا؟ نشوف طب في الصورة كده الاناتومي عشان نسترجع مع بعض الاناتومي. ده بالنسبة للاناتومي بتاعنا يا دكاترة، من قدام لورا.
عندنا كده ده anterior اهو سيمبس بيوس اهو في الست واقفه كده يعني ده anterior خلاص كويس وبعدين بعد كده في اليورينري بلادر وبعدين اهو الفاجينا واليوترس وبعدين بعد كده الريكتم طبعا اللور اند اوف ذا فاجينا بيبقى anterior related لليوريترا اهي اليوريترا وبعدين اليورينري بلادر anterior vaginal wall related لليوريترا وفوقيها اليورينري بلادر والبوستيريور فاجينال وول ريليتد ل حاجه فايبروماسكولار هنا ستراكشر هدي يعرف ده ايه الفايبروماسكولار ستراكشر اللي هو بين اللور اند اوف ذا فاجينا والانر كانال سمعتوا عن البرينيوم او البرينيال بادي البرينيوم لا دوبلس فاوس ده فوق دوبلس فاوس ده فوق طبعا فوق خالص لان ده بريتون ده لازم يبقى فوق فاللور اند اوف ذا فاجينا يا دكاتره دي ريليتد للانر كانال لو اتحط في اللايسوتومي بوزيشن انت بتشوف ثلاث فتحات اول فتحه فوق انتيريور خالص هي يمين اليوريترا وبعديها الفاجينا وبعدين الانر كانال لان الكانال بالظبط كده بتوين الاوبننج اوف ذا فاجينا اللي هي الفالفال اوبننج او الانترويتس وبتوين الانر كانال في سكن كده تقريبا خلاص سكن وجواه الدكت بتاعه بيبقى فايبروماسكولار ستراكشر كده اللي هو بنقول عليه البرينيوم البرينيوم والمفروض ان الديستنس نورمالي الديستنس بتوين الفاجينا الاوبننج وما بين الانر كانال في حد يعرف كام سنتي؟ 5 سنتي واضح ان رابعه وخمسه الاثنين ما خدوش انالتو مش كده ولا ايه؟ رابعه وخمسه الاثنين ما خدوش انالتو طيب يعني الحته دي في الفاجينا كويس فاجينا الاوبننج وده لقينا الكنال الحته دي هي اللي اسمها بيرينيوم الحته دي اسمها بيرينيوم ودي تبقى نورمالي 5 سنتي دي نورمالي 5 سنتي تاني نشوف الاناتومي بتاعنا اللي احنا بنتكلم عليه يبقى انا عندي هنا الفاجينا اهي واليوترس قلنا احنا بنتكلم على موضوع اسمه برولابس وقلنا يعني ايه برولابس باي ديفينيشن يعني ديسنت اوف ان اورجن بيلو ذا نورمال اناتوميكال بوزيشن والاورجنز اللي احنا هنتكلم عليها يوترس وفاجينا ابتدينا باليوترس وقلنا اليوترس لو انا عملت بي دي انا مش بحس اليوترس كله انا بحس السيرفكس ونورمالي السيرفكس ات ذا ليفل اوف ذا اسكيال سباين لو لقيت ان هو السيرفكس فعلا ات ذا ليفل اوف ذا اسكيال سباين اللي هو في اللاترال فيرج بول زي شوكه كده محسوسه بوني شوكه لو لقيتهم ات ذا سيم ليفل يبقى ما عندهاش يوتراين برولابس لو لقيت ان السيرفكس ده بيلو ذا ليفل اوف الاسكيال سباين يبقى دي عندها فيرست ديجري يوتراين برولابس يعني يوتراين برولابس بس من الدرجه الاولى لو لقيت ان السيرفكس ده بره اساسا الفالفر رينج ده بنقول عليه سكند ديجري لو لقيت السيرفكس باليوترس كله بره اسمه ثيرد ديجري يبقى احنا عندنا يوتراين برولابس وفاجينال برولابس يوتراين برولابس بحسه بالليفل بتاع السيرفكس ان ريليشن تو ذا اسكيال سباين ات ذا سيم ليفل بوث بيبقى كده ما عندهاش برولابس لقيت ان السيرفكس بيلو ذا ليفل اوف ذا اسكيال سباين بس مش طالع بره مش شايفاه بره باي انسبكشن يبقى ده فيرست ديجري لا شفت السيرفكس بره باي انسبكشن بس اونلي ذا سيرفكس لكن نوت ذا هول يوترس يبقى كده سكند ديجري تراين برولابس لو ذا هول يوترس از تو ذا اوت سايد يعني انت شايف السيرفكس كمان بالبادي اوف ذا يوترس لحد الفندس كله طالع من العيانه يبقى كده ثيرد ديجري تراين برولابس ده يوتراين برولابس طب امال الفاجينا برولابس ما هو الفاجينا برولابس ده مفيش حاجه بوني اقدر اقارن بيها زي الاسكيال سباين فانا مضطر اعتمد على الانسبكشن يعني ايه الانسبكشن يعني الست برضو في اللايسوفيم بوزيشن وبقول لها تسترين او تبير داون النورمالي ان هي لما تسترين او تبير داون ما الاقيش الفاجينال وول طالعه بره البلبر عمر ما الفاجينال وول ان هي سبورتد انتيريرلي سبورتد بوستيريرلي بستراكشرز فنو واي ان انا الاقي الفاجينا طالعه لبره لكن لو لقيت الانتيريور وول اوف ذا فاجينا طالع لبره ده هينزل معاه لان هما ريليتد لبعض اهو الانتيريور فاجينال وول ده انتيريور كويس الانتيريور فاجينال وول ريليتد لليوريترا اللور بارت ريليتد لليوريترا والابر بارت ده ريليتد لليورينري بلادر فلو حصل انه اللور اند اوف ذا فاجينا از بالجينج خلاص هينزل معاها اوتوماتيكلي لان هما ريليتد لبعض بالفاشيا هينزل معاها اليوريترا او بنقول عليها يوريثروسيل لانه سيل بقت زي الساك نازله لو الابر بارت بتاع اليورينري بلادر هو اللي نزل مع الانتيريور فاجينال وول بنقول عليها سيستوسيل لان اليورينري بلادر نزلت مع الفاجينا فلو قال لك سيستوسيل بتعرف ان هي انتيريور فاجينال وول برولابس ومعاها طبعا البلادر نازله معاها لو قال لك يوريثروسيل بتعرف ان هي برضو انتيريور فاجينال وول برولابس بس اللي نازل اللور بارت يعني اليوريترا هي اللي نازله لكن الابر بارت اوف ذا فاجينا ما فيهوش حاجه انتيريور وول طب امال البوستيريور بول اوف ذا فاجينا ريليتد اللور بارت بتاعه اللور بارت ليه فايبروماسكولار ستراكشر كده اسمه بيرينيوم اسمه بيرينيوم البيرينيوم
مهوسه. قول يا دكاتره انتستن، ما هو ده مفيش حاجه هنا غير انتستن او ايه تاني؟ اومنتوم بالظبط جايه، انتستن يا اومنتوم هينزل فيها انتستن يا اومنتوم. يعني لو حصل انه ده وسع دوجلاس باوتش وسع هينزل فيها اما انتستن يا اما اومنتوم. فلو نزل انتستن هنقول عليها الناس اللي اخذوا جراحه، لو انتستن موجوده انتيرو سي بالظبط كده. لو نزل هنا انتستن بنقول عليها انتيرو سي. طب لو كان اومنتوم اومنتوم سي او هيرني او دوجلاس باوتش بنقول عليها هيرني او دوجلاس باوتش. خلاص، فلو نزل هنا انتستن بنقول عليها انتيرو سي، لو نزل اومنتوم بيبقى هيرني او دوجلاس باوتش. فكده لو البوستير فاجينال وول هو اللي حصل له برولابس، لو اللور بارت اوف البوستير فاجينال وول بنقول عليها ديفيشنت رينيا. ديفيشنت رينيا، الرينيا ده بقى ديفيشنت، بدل ما هو كام سنتي نورمالي 5 سنتي، بدل ما هو 5 سنتي هلاقي لا الاوبننج بتاعه الفاجينا قريبه قوي قوي من الاوبننج بتاعه الانال كانايا، مفيش سنتي 2 سنتي. ده بنقول عليها ديفيشن فرينيا، ودي معناها ان لوور اند اوف ذا فاجينا هو اللي فيه برولابس، لان كده بقى عندي ديفيشن فرينيا او الفرينيا ما بقاش موجود. فبالتالي اللوور اند اوف ذا فاجينا فعلا هو بوستيرير وول اوف ذا لوور اند اوف ذا فاجينا هو اللي حصل له برولابس. طيب لو الميدل بارت اوف ذا فاجينا اوف ذا بوستيرير فاجينا وول هو اللي حصل له برولابس، بينزل معاه الريكتم بنقول عليه ريكتوسيل. ولو الابر اند اوف ذا فاجينا هو اللي حصل له برولابس، الابر اند اوف ذا بوستيرير فاجينا وول بنقول عليها انتيرو سيل او هيرني اوف دوجلاس باتش. كل دول انواع من ايه؟ فاجينا برولابس بالظبط كده. فاحنا البرولابس او البيلفيك اورجن برولابس عندنا تو تايبس، تو بيج تايبس اوف برولابس، يا اما يوتراين برولابس ان اليوترس هو اللي نزل، او فاجينا برولابس ان الفاجينا هي اللي نزل. لو اليوترس هو اللي حصل له برولابس او ديسنت، يا اما فيرست ديجري يا اما سكند ديجري يا اما ثيرد ديجري ديبندنج على السيرفكس موجود فين. لو لسه جوه الفاجينا بس بيلوز لابرا واسكر سباين فيرست ديجري، لو طلع بره الفاجينا بس مش كل اليوترس ده السيرفكس بس اسمه سكند ديجري، لو كل اليوترس طلع بره ثيرد ديجري او بنقول عليه كومبليت بروسيدنشي ده اليوتراين برولابس. طب امال الفاجينا برولابس؟ الفاجينا برولابس يا اما انتيريور وول للفاجينا هي اللي تنزل يا اما بوستيرور وول، او ممكن ينزلوا هما الاثنين. يعني ممكن تلاقي ان هي عندها انتيرو رول وبوستيرو رول برولابس. انتيرو رول برولابس هيبقى يا اما يوريترو سيل يا سيستو سيل، يا اما سيستو يوريترو سيل لقيت اليوريترا والبلاد كلهم نزل. البوستيرو رول يا اما يبقى ديفيشن برينيم يا اما ريكتو سيل يا اما هيرنيا جوجلس باوتش او انتيرو سيل. طب ليه احنا بنفرق بينهم؟ هل مهم التفرقه بينهم؟ لو المانجمنت مختلف يبقى لازم افرق. لو المانجمنت هيبقى مختلف اللي هو الفيرد ديجري تران برولابس مش بعالجه زي الانتيرو سيل، مش بعالجه زي يبقى لازم افرق. فبالتالي واضح انه المانجمنت هيبقى مختلف، عشان كده انت لازم تفرق بينهم. طب هو المانجمنت بس اللي هيبقى مختلف؟ يعني لو واحده عندها مثلا سيستو سيل تتوقع ان هي تجي لك سيمبتومز ايه؟ كومبلين ايه؟ يورينري، حاجه ليها علاقه باليورينري سيستم. لو هي انتيرير فاجينال برولابس او سيستو سيل حاجه ليها يورينري سيمبتومز. لكن لو هي مثلا فيرست ديجري يوتراين برولابس ان السيرفكس نزل شويه هيبقى عندها يورينري سيمبتومز؟ مش هيبقى عندها يورينري سيمبتومز. امال هيبقى عندها ايه؟ عشان نعرف عندها ايه لازم نعرف هو ايه اللي بيكيب اليوترس والفاجينا ان بليس. هم ليه دول موجودين في مكانهم ده؟ السيرفكس عند الليفل بتاع الديسك سباين الفاجينا كده ليه مش بينزلوا؟ ايه السبب اللي مخليهم في مكانهم؟ ليجامنتس. ليجامنتس اكتر حاجه فعلا اللي مخليهم في مكانهم وجود الليجامنتس. ايه هما الليجامنتس اللي بيكيب الاورجنز دي ان بليس؟ هل كل الليجامنتس وظيفتها سبورت؟ يعني كل الليجامنتس اللي احنا نعرفهم الاربطه اللي موجوده في جسمنا هي وظيفتها ان هي تسبورت الاورجنز وتمتين الاورجنز ان ذير بليس؟ طب ايه الوظيفه الاخرى؟ هل ليهم وظيفه اخرى؟ يعدي فيها باسس، يعدي فيها باسس، ودي وظيفه مهمه جدا. فالليجامنتس يا دكاتره عندنا ليهم تو فانكشنز، يا اما سبورتيف وده بيبقى فيهم الفايبرس تيشو ده هو المين يعني المين كومبوننت بتاع الليجامنت. خلاص، عشان هي وظيفتها ان هو يجيب الاورجن ان بليس. خلاص، فسبورتيف سبورت للاورجنز، يا اما بروتكتيف بروتكت باسس. طبعا لان الحاجه اللي احنا بنبقى عايزين تبقى بروتكت للباسس. خلاص، فتفتكروا البرود ليجامنت اللي هو انتوا اول حاجه قلتوها لي وظيفته سبورتيف ولا بروتكتيف؟ هو بيعدي فيه باسس؟ يا نهار ابيض، باسس ده باسس واورجن ده فالوبيان تيوب معديه فيه، اليوتراين ارتري كله توشيس معدي فيه، تحت اليوريتر باليوتراين ارتري بالريليشن ما بينهم ووتر اندرز بريدج معديه فيه. فطبعا البرود ليجامنت وظيفته بروتكتيف.
مش سبورت، حتى الفايبرس تيشو الفايبرس كونتنت قليله، الماسل كونتنتس اكتر، عشان كده قلنا فايبرويد ممكن يطلع من البرود ليجمنت. فبالتالي برود ليجمنت لو قالينا ده سبورتيف وبيجيب، لا لا ولا سبورتيف ولا حاجه، ولا سبورتيف خالص، ده هو وظيفته بروتكشن واتس فيري امبورتنت وظيفه، وده وظيفته بروتكشن. يبقى مش من ضمن الليجمنتس اللي هي بتكيب الاورجن ان بليس. طيب ايه بقى الليجمنتس اللي بتكيب الاورجنز ان بليس؟ يوتروسيكرال ليجمنت، ده يوترو سيكرال، منين لفين؟ من اليوترس للسيكرال للبريوسيو اوف ذا سيكرال. فبالتالي ده بوستيرير ليجمنت، ده بوستيرير ليجمنت من اليوترس، من الباك اوف ذا يوترس، الباك اوف ذا يوترس. طب ما هو باك اوف ذا يوترس ده اللي هو فين؟ باك اوف ذا يوترس اللي هو يعني الباك اوف الفاجينا هنا، كويس، يعني الباك اوف ذا سيرفكس والباك اوف ذا فاجينا للسيكرال، للسيكرال ده اليوتروسيكرال. طبعا لازم ان هو يحول كده حوالين الريكتم، مش هيخش جوه الريكتم، هيحول حوالين الريكتم. ده اليوتروسيكرال ليجمنت من الباك اوف ذا سيرفكس اند ابر بارت اوف ذا فاجينا للبريوستيوم اوف السيكرا. فاليوتروسيكرال ليجمنت فعلا هو سبورت. ايه كمان؟ كاردينال ده اهمهم، كاردينال ليجمنت او لاترال سيرفايكال ليجمنت او الماكن راد ليجمنت. هو الثلاثه دول لنفس الشخص، هو اسمه لاترال سيرفايكال لانه هو من طالع من اللاترال بوردر بتاع الفاجينا والسيرفكس، خلاص اللاترال بارت، وبيفان، بيبقى فانين كده لحد اللاترال فاجو. فده فعلا اكتر واحد بيعمل سبورت لان هو على الناحيتين، لكن كمان بيفان، فهو بيكيب الاورجن ان بليس، بيكيب الفاجينا والسيرفكس، يعني بيكيب اليوترس والفاجينا ان بليس، اللي هو اللاترال سيرفايكال ليجمنت او الكاردينال ليجمنت او الماكن راد ليجمنت. فده اول واحد لو قلنا بالاهميه هيبقى اول واحد، لانه السترونجست هو فعلا اللاترال سيرفايكال او الكاردينال او الماكن راد ليجمنت، ده نمبر 1. نمبر 2 يوتروسيكرال اللي انت قلتوا عليه اللي هو بوستير، يوتروسيكرال اللي هو بوستير. طب كده يبقى الفاجينا والسيرفكس او اليوترس يعني كانت ان بليس اهم لاترالي بالماكن راد وبوستيريال باليوتروسيكرال. فاضل ايه قدام؟ في بقى ايه قدام؟ بيوبو سيرفايكال ليجمنت، بيوبو سيرفايكال ليجمنت من الباك اوف سيمفيسس بيوبس، عشان كده اسمه بيوبو سيرفايكال للسيرفكس، للسيرفكس للانتيريور بارت اوف ذا سيرفكس. فده البيوبو سيرفايكال. فهم فعلا هم دول الثلاثه سبورتيف ليجمنت اللي بيكيب الاورجن ان بليس. لكن البرود ليجمنت مش سبورتيف، هتاخدوا بعد كده وهناخد مع بعض الراوند ليجمنت، ده برده مش سبورتيف، ده بروتكتيف، بيعدي فيه سامسون ارتري فده بروتكتيف خلاص. وطبعا الاوفيريان ليجمنت او الانفانديبرو بالفيك ليجمنت، ودول برده بروتكتيف لان بيعدي فيهم الاوفيريان بس. فاحنا عندنا السبورتيف هم الثلاثه دول اللي هم الماكن راس بترتبهم، الماكن راس وبعدين يوتروسيكرال وبعدين التيوبو سيرفايكال. فالاورجنز دي كانت ان بليس بالحاجات دي. لو حصل ويكنس للليجمنتس دي يحصل كولابس. طبعا في مصل مهمه جدا 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 برده بتكيب كل الاورجنز دول ان بليس، حتى بنقول عليها دي البالبيك فلور مصل، لان هي عامله زي الصينيه كده او بلاتو، ان هي كل الاورجنز دي كانت ان بليس فوقيها بالتون بتاعها. لكن لو هي حصل ويكنس للتون بتاع المصل دي برده ممكن الاورجنز يحصل لها برولابس. مين المصل دي؟ الليفيتور اناي. بالظبط كده، الليفيتور اناي. فالليجمنتس كويس بالماكن راس اللي هم الترتيب بتاعهم اللي هما ماكن راس وبعدين يوتروسيكرال وبيوبو سيرفايكال، وبعدين بعد كده المصل اللي هي الليفيتور اناي، وبعدين بقى البريزنس اوف اندوبالبيك فاشيا اللي هي الفاشيا اللي بتكيب بقى انتيرور وبوستيرور والحاجات دي. يعني انت لو لقيته في مكان زحمه قوي زي مترو زحمه قوي، اوتوبيس زحمه قوي، مش لازم تبقى انت ماسك في حاجه، انت مجرد ان انت يبقى كابت ان بليس بالناس اللي هي السراوندنج اللي بيخلوك تبقى كابت ان بليس. هو ده بالظبط منظر الاندوبالبيك فاشيا، الفاشيا اللي موجوده فبتكيب الاورجنز ان بليس. فعشان كده الاورجنز دي كابت ان بليس. لو حصل ويكنس للسبورت هما دول اللي بيسبورتوا. لو حصل ويكنس للسبورت يعني ويكنس للليجمنت، ويكنس للمسل، ويكنس للبالبيك فاشا، هو ده اللي بيبريديسبوز، بريديسبوزنج فاكتورز انه يحصل لنا برولابس. ايه اكتر حاجه بتعمل ويكنس للحاجات دي؟ ان هو يحصل لها ريلاكسيشن انفولوشن وبعدين سترانتنج انفولوشن سترانتنج انفولوشن سترانتنج، اللي هو بيحصل فين في الوقت؟ بريجننسي، ريبيتد تشايلد بيرث. عشان كده تلاقي المالتي بارا بريديسبوز اكتر طبعا يحصل لهم برولابس، لان ريبيتد تشايلد بيرث وتشايلد تروما هي دي اكتر حاجه بتعمل لنا ويكنس للليجمنتس والمسل والفاشيا. تاني حاجه ممكن تعمل لنا، اول حاجه ريبيتد تشايلد بيرث، تاني حاجة ممكن تعمل لنا ويكنس واتروفي للليجمنتس والمسل والفاشيا والحاجات دي، منوبوز بالظبط، لان احنا محتاجين الاستروجين عشان ريجينريشن بتاع كل الاستراكشر والليجمنتس وكده. لو الاستروجين ده مش موجود او ديورينج منوبوز بتبقى الاستروجين ده مش موجود او ديكريز خالص،
مش موجود غير استرون، فبالتالي فعلا بيحصل ويكنس للليجمنت وريلاكسيشن، وممكن ان هي يحصل لها اتروفي وبريديسبوز تو برولابس، وده اتكلمنا عليه في المينوبوز. اخر حاجه كونجنتال ويكنس، هي تبقى موجوده ويكنس اوف ذا ميزينكاين، وده شفتوه في الجراحه اللي هم عندهم باريكوز بينز وهي صغيره، عندهم فلات فوت كده، يعني الحاجات اللي عندهم ويكنس في الميزينكاين ده برده من الليجمنت، ده ميزينكاينال تيشو، فاللي عندهم ان جنرال ويكنس اوف ذا ميزينكاين ممكن ان هم يبقوا بريديسبوز تو برولابس. وبرده ده بالترتيب بتاعهم اللي هو اكتر حاجه بتعمل ويكنس للسبورت اللي هو ريبيت تشايلد بيرث وتشايلد تروما، عامله عليها ثلاثه صح، وبعديها منوبوز وبعديها كونجنتال ويكنس مع وجود حاجه بريسيبيتنج فاكتور اللي هي عندها مثلا ازمه فبتكح كتير، سترينينج كرونيك كونستيبيشن، انكريز انترا ابدومينال بريشر باي اوبيزيتي او هيماتوسبلينوماجلي او كده، كل دي حاجات بريسيبيتنج فاكتور تؤدي الى بريسيبيتنج فاكتور للبرولابس مع وجود طبعا بريديسبوزنج. فاحنا لازم بقى عندنا بريديسبوزنج فاكتورز اللي هم ويكنس كويس بريبيتد تشايلد بيرث او تشايلد تروما او كده، وبريسيبيتنج فاكتور اللي هو وجود سبب ان هو يخلي عندها هذا الكونتينوس تريننج، فبالتالي فعلا ينزل اليوترس او فعلا تنزل الفاجينا. فده بالنسبه يعني ايه برولابس، بيلفيك اورجن برولابس ديسنت اوف ذا اورجن بيلو ذا نورمال اناتوميكال بوزيشن. قلنا بالنسبه للسيرفيس ان ريليشن تو اسكيس 5، بالنسبه للفاجينا ان انا اشوفها انتيريرلي بره او بوستيريرلي برده بره، انتيرير او بوستيرير ده فوق وتحت.
لا السباكولم ده سباكولم لتحت بس، يعني انت حاطط بوستيري، ده هو حاطط يعني حاطط ريتراكتور وحاطه تحت، ممكن الريتراكتور ده يحطه على فوق ممكن، بس هو هنا حاطه تحت اهو، واضح اهو السباكولم اهو، هو حاطه تحت ولاقيين في كوره برده نازله، في بالرغم ان انا ايم كيبينج البوستيري رولينج بليس، لقيت ان في كوره نازله. فده سيستوسير ولا مش هو؟ ولا ما اقدرش احكم، ما اقدرش احكم في ان هو سيستوسير لسه؟ نحلف ان هو سيستوسير، بس انا ما اعرفش في كمان ريكتوسير ولا لا، لازم اشيل السباكولم او احط السباكولم انتيريلي عشان اعرف البوستيري رول برضو فيها ريكتوسير ولا ما فيهاش، بس كده اه طبعا هنحلف عندك سيستوسير يا مدام، لان انا حطيت الريتراكتور بوستيري او صباعيني بالسي في بوستيريلي ولقيت ان الانتيريور رول نازله، فاكيد عندها سيستوسير. طب عندها ريكتوسير ولا لا؟ لا ما اقدرش اقول، لان انا ايم كيبنج البوستيريور رول ان بليس يا اما بالسباكولم يا اما بالبي في اكزامينشن او صباعيني، فساعتها بقى اروح منقل السباكولم ده كويس نقلاه انتيريورلي واشوف اذا كان عندها كمان اسوشيتد ريكتوسير مع السيستوسير ولا ما عندهاش. لو لقيت ان في حاجه طالعه برده من البوستيريور رول هيبقى عندها سيستوريكتوسير، لو لقيت انه ما فيش حاجه طالعه من البوستيريور رول يبقى ساعتها عندها سيستوسير بس. واضح يا دكاتره؟ دكتور طب هي يعني عايزين تشغل دماغنا، صدقوني احنا بنعتمد على دماغكم اكتر بكتير جدا من المعلومات، لان انتوا اللي يو ار جوينج تو بروسيس هذه المعلومات، المعلومات موجوده اي حد ممكن ياخدها، يعني طالب في حقوق في تجاره في العيانه اساسا اللي حتى ممكن ما تبقاش متعلمه خالص بتاخدها، لكن المهم الابلكيشن بتاع المعلومات دي، فمحتاج بروسيسنج من دماغكم اكتر بكتير من المعلومات، يعني المعلومات 25% البروسيسنج بتاع دماغه اكتر من 75%، ودي المفروض حاجه تبسطكم ان هو دماغكم دي ليها قيمه وانتوا اكيد واثقين فيها مش كده ولا ايه؟ فلو سمحتوا نبروسس، واوعى ما تبقاش واثق في الدماغ خالص، ما كنتش تبقى قاعد في المكان ده صح ولا ايه؟ عمرك ما كنت بقاعد في المكان ده لو انت دماغك دي مش قد كده، ما كنتش هتوصل لهنا خالص. فلو سمحتوا لو سمحتوا انتوا فعلا مخكم ده كويس جدا، بس انتوا محتاجين انكم تعملوا له يعني يوز، لان اي حاجه ديسيوز بيحصل لها اتروفي، فانت محتاج انك انت تمرن مخك، تمرن وتفكر، ما تعتمدش اكتر على المذاكره والميموري بتاعتك، اعتمد على يور مايند، شويه المعلومات اللي عندك دي بيور مايند. لو دكاتره كتير قوي شاطره هم عندهم معلومات قليله، ايه ده كان بيجيب جيد، بصوا ده اسمه دلوقتي ايه؟ ايوه لانه هيز بروسيسنج هيز مايند، لكن ممكن كان واحد بيطلع الاول على الدفعه ودلوقتي مش عارف ايه، هيز نوت بروسيسنج هيز مايند، كان بيحفظ بس وبيصم، فدلوقتي في البراكتس بقى لما محتاج هيز مايند هيعمل ايه؟ فمن فضلكم من فضلكم انتوا مخكم هايل نستخدم. في سؤال في الحته دي؟ هي انا مش متخيله ازاي هتبقى بوستيريور وهتنزل برده، يعني حتى لو انا رفعت لا انت هتشيل، ما هو بوستيريور مش هتنزل طول ما انت سدها كده، ما انا هنزل يعني سبيكر حتى لو فوق او لو انا شلتها خالص وانا حاطه ايدي البي في فوق ازاي البوستيريور هتنزل؟ مش يعني انا متخيله انا متخيله انها باي جرافيتي هتفضل تحت. يعني هي لما بتحزق يا جماعه كانت كده عمر ما الستات تولد، لو هو باي جرافيتي مش البيبي مش هيطلع، ما هو الحزق ده بيخلي ان الحاجه تطلع، فهي طالما ان هي حزقت فلو هي عندها ويكنس في السبورت هتطلع، لو هي ما فيش ويكنس في السبورت مهما قعدت تحزق مش هتطلع. اوكي فده بالنسبه لي يعني ايه برولابس. الانس بتاعنا عالي قوي 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 عالي قوي قوي قوي، طب كده على طول تيجي في مخي انه اخبار الكلينيكال برزنتيشن هتبقى ايه؟ موستلي اسيمتوماتيك. بالظبط كده، موستلي هتبقى اسيمتوماتيك، لان احنا مش بنشوف قوي كل الناس دول ربع ساعه عندهم برولابس، اه عندهم برولابس بس سيرتن ديجري قليل قوي لدرجه ان هي مش كومبلينينج منه، فهي از نوت كامينج كومبلينينج، فهو معظمهم بيبقوا فعلا اسيمتوماتيك. الاتيولوجي ويكنس للسبورت التايبس قلنا يا اما فاجينال برولابس اللي هي انتيرير وول برولابس او يوتراين برولابس، واليوتراين قلنا فيرست وسكند وثيرد ديجري، والفاجينال قلنا انتيرير وبوستيرير وول. طب افرض هي ست كانت عامله هيستريكتومي يعني شايله اليوترس، طب شايله اليوترس الفاجينا بتبقى متشاله ولا موجوده؟ موجوده طبعا، احنا بنشيل اليوترس ومعاه السيرفكس ده اللي اسمه توتال ابدومينال هيستريكتومي، لكن الفاجينا موجوده، فبالتالي الفاجينا موجوده، فده ممكن انه يحصل ابيكال برولابس للفاجينا. لو انا جورنج هيستريكتومي اي ديدنت، المفروض ان انا عشان ما يحصلهاش ابيكال برولابس اعمل ايه؟ اثبتها في الهيستريكتومي، اربط الليجامنت دي اللي احنا قلنا عليها اللي هي الماكن راس بعد ما انا فصلتهم عن اليوترس عشان اقدر اعمل له اشيله، الماكن راس واليوتروسيكل وبيبس سيرفايكل، اربطهم في البول بتاع الفاجينا، سقف الفاجينا ده عشان امنع الابيكال برولابس او الفاجينا برولابس. لو انا ما عملتش كده، لو انا ما عملتش كده يبقى بالتالي ممكن قوي ان الست دي جالها ابيكال برولابس اللي هو بولت برولابس اسمه فاجينا بولت برولابس افتر هيستريكتومي. فده بالنسبه للتايبس طيب افرض ان هي الست دي فعلا عندها برولابس لونج ستاندينج برولابس، ايه اللي ممكن يحصل؟ الفاجينا دي هتبقى اكسبوز تو ذا اوتسايد، يعني الفاجينا بدل ما هي جوه كويس هتبقى اكسبوز
استراتيفايد. استراتيفايد كيمست هي احنا اقوى اكسيليم عندنا هو استراتيفايد كيمست، واضعفهم هو الكولومنر. عشان كده ممكن تلاقي الكولومنر في الحته اللي جوه اللي هي اوريدي بروتكتد، لكن الحته اللي بره زي الفاجينا دي اكسبوز. السكن طبعا مور اند مور اكسبوز، عشان كده مش بس استراتيفايد كيمست وكيراتينايز كمان، وكمان كيراتينايز كيراتينايز استراتيفايد كيمست كتير. لكن الفاجينا طبعا نون كيراتينايز، لان هي الى حد ما يعني هي اكسبوزد للانفايرمنت وللبكتيريا وكده، بس نوعا ما جوه. طب لو بقت الفاجينا اكسبوزد تو ذا اوتسايد كده زيها زي الجلد زي الفالفا زي اللي جنبها، هيحصل لها ايه؟ كيراتينايزيشن. بالظبط كده، هلاقي ان الفاجينا ابتدى يحصل لها كيراتينايزيشن، فهتبقى كيراتينايزيشن اوف ذا فاجينال وول، او تبقى لاين بي كيراتينايز ستريفايز كيمست كتير. دي حاجه بتحصل، تشينجز بتحصل عشان بقت اوريدي اكسبوزد لبره. طب افرض ان هي يوتراين برولابس، يوتراين برولابس وسكند او ثيرد ديجري، يعني ايه اللي طلع بره لو سكند ديجري؟ السيرفس. فالسيرفس ده لاين الاكتو سيرفس بستراتيفايز كيمس والاندو سيرفس بكولاندر بكتيني، فهلاقي ان هو بيبتدي يحصل ايروجن ايروجن او ترافيك السرز زي الباد سورس. لو حد نايم على حاجه، فلو السيرفس ده على طول ان كونتاكت مع الاوتسايد او الاندر ويرز او كده، بيحصل السرز زي الكيوبيتس السرز زي اللي بتحصل بتاعه الباد سورس، فبنقول عليها ترافيك السرز او الكيوبيتس السرز من الاحتكاك. فده هيحصل على السيرفكس لو هي عندها يوتراين برولابس سكند او ثيرد ديجري يوتراين برولابس. طبعا لو فيرست ديجري مش هيحصل ترافيك السرز لان هو برده لسه السيرفكس جوه خلاص، لكن لو سكند او ثيرد ديجري هو اللي هيحصل. في تشينج تاني ممكن يحصل في السيرفكس، ونركز في التشينج تاني ده. احنا عندنا السيرفكس يا دكاتره بينقسم ليه؟ حته من السيرفكس بتبقى فوق الفاجينا لما الفاجينا ماسكه في اللاترال بارت بتاع السيرفكس، فبالتالي قسمت السيرفكس ليه سوبرا فاجينال بارت اوف ذا سيرفكس وبارت اوف ذا سيرفكس انسايد ذا فاجينا اللي بنسميه بورشو فاجينالز. ليه بورشو فاجينالز؟ لانه بورشو يعني بارت، بارت اوف ذا سيرفكس انسايد ذا فاجينا اللي هو اللي احنا بنعمل فيه دي وبنحسه، ده البورشو فاجينالز وده سوبرا فاجينال بارت اوف ذا سيرفكس. انا لما بعمل بي في بحس السيرفكس كله ولا البورشو فاجينالز ولا السوبرا فاجينال بارت اوف ذا سيرفكس؟ بورشو فاجينالز. معطيكي هحس البورشو فاجينالز. طب الليجمنت اللي احنا عمالين نتكلم عليها دول اللي هو اللاترال سيرفايكال ليجمنت او الكارنين ليجمنت الماكنرادز ليجمنت او اليوتروسيكرال ليجمنت او البيوبس سيرفايكال، ده ماسك في مين؟ السوبرا فاجينال بارت ولا في البورشو فاجينالز ولا في الاثنين؟ السوبرا فاجينال بارت اوف ذا ماسك في السوبرا فاجينال بارت اوف ذا سيرفكس. انا مش عارفه هو ليه بيصف بوزيشن. فهو ماسك اهو، ماسك في السوبرا فاجينال بارت اوف ذا سيرفكس كويس، وماسك في ماسك السوبرا فاجينال بارت اوف ذا سيرفكس وماسك في الفاجينا، لكن البورشو فاجينالس مفيش ليجمنت ماسكه فيه، صح ولا لا؟ فهو ده. فافرض ان هو العيانه بيحصل ان الليجمنت دي قويه بس هي مثلا عندها كونجنتال ويكنس خلاص، فالليجمنت اللي في الجينات دي قويه بس عندها حاجه ثانيه يعني مخليها مش الليجمنت هي السبب بتاع البرولابس، لكن هو سبب اخر للبرولابس والفاشيا او المسل او كده. فالليجمنت دي هتحاول تكيب السوبر فاجينال بارت اوف ذا سيرفكس ان بليس، لكن هو اليوترس نفسه بيديسند، فهيحصل ايه للسوبر فاجينال بارت اوف ذا سيرفكس؟ يحصل له زي الانجيشن. ايه ده هو ممكن؟ ايوه ممكن، ما هو اليوترس نفسه بيكبر كله كويس لان دي ماسلز، فممكن تبقى ستريتشد. اوكي ممكن قوي تبقى ستريتشد نتيجه ان الليجمنتس ماسكاه من فوق، ماسكه السوبر فاجينال بارت اوف ذا سيرفكس، لكن الحته لكن اليوترس نفسه كله عايز ينزل، فبتلاقي ان يحصل سوبر فاجينال الانجيشن اوف ذا سيرفكس. تلاقي السيرفكس حصل سوبر فاجينال الانجيشن اوف ذا سيرفكس. واضحه البوينت دي؟ تاني التشينجز الباثولوجيكال تشينجز اللي ممكن تحصل في وجود البرولابس، يا اما فاجينال كيراتينايزيشن والكيراتينايزيشن دي في الفاجينال برولابس، يا اما السيرفكس يحصل فيه تشينجز في اليوتراين برولابس، لان طبعا السيرفكس هيحصل فيه تشينجز في اليوتراين برولابس مش في الفاجينال برولابس. طيب ايه بقى التشينجز؟ لو فيرست ديجري مش هيحصل تشينج خالص في السيرفكس. طب لو سكند ديجري ممكن يحصل سكند او ثيرد تروفيك السرز او ديكيوبيتس السرز اللي هو زي الباد سورس كده. طيب وايه كمان ممكن يحصل؟ ممكن يحصل حاجه اسمها سوبرا فاجينال الانجيشن اوف ذا سيرفكس. ايه السوبرا فاجينال الانجيشن اوف ذا سيرفكس دي؟ الليجمنتس اللاترال كارنال ليجمنتس واليوتروسيكرال ماسكين والبيوبس سيرفايكال، كل دول ماسكين في السوبرا فاجينال بارت اوف ذا سيرفكس تراينج تو كيپ ات ان بليس وايل ات از ديسندنج، وايل ذا يوترس از تراينج تو ديسند. فالاثنين فورسز اجانست بعض دول ممكن يخلوا ان يحصل لنا حاجه اسمها سوبرا فاجينال الانجيشن اوف ذا سيرفكس، سوبرا فاجينال الانجيشن. طب السوبرا فاجينال بارت هو اللي طول؟ ايوه، ما هو ده هيخلي ظهور سيرفكس يحصل له ايه؟ يطول ولا يفضل زي ما هو السيرفكس كله على بعضه؟ يطول السيرفكس كله هيطول،
فبالتالي ممكن قوي تلاقي انك انت حاسس لان هو بينزل بيطول يعني بيطول الحته اللي فوق دي بس السيرفكس هتلاقي انت هتحسه تحت يعني هو مش بيطول على فوق لان هو اليوترس بيحاول ينزل فهتلاقي ان السيرفكس انت حاسس البوش وفاجينالز قريب قوي اكنه ازيف اتز سكند او ثيرد جري تراين برولابس او اكشلي سكند جري تراين برولابس بس في نفس الوقت برده يعني انت السيرفكس بس هو اللي طول لكن اليوترس نفسه ما طولش او ما حصلوش حاجه فيبقى الابنورماليتي اللي موجوده عندنا هنا فين في السيرفيس في اللانس اوف ذا سيرفيس فلو تيجي عايز تعمل لها مانجمنت الست دي تعمل لها مانجمنت ايه اقصر السيرفيس بالظبط كده اقصر السيرفيس بنعمل حاجه اسمها سيرفايكال امبيتيشن احنا بنامبيتيت بارت اوف ذا سيرفيس طب ما انا لما اجي امبيتيت السيرفيس وده بعمله فاجينال بروسيدجر انا هشيل ايه بوش فاجينال ولا سوبر فاجينال بوش فاجينال طب ما البوش فاجينال ده اصلا ايه نورمال قصير فعشان كده بعمل سيباريشن لللاترال فورنيسز بتاعه الفاجينا اري انسرتد ابورد كويس عشان لما اعمل امبيتيشن يبقى كده انا رجعت اللانس بتاع هو السيرفكس والسوبر فاجينال بارت يبقى نورمال والبوش فاجينالز برده نورمال ده بس عشان لما تقروها تفهموا هي ايه خلاص طب انا اعمل لها دايجنوستس ازاي انا حسيت السيرفكس ايش عرفني هو السيرفكس ده نورمال ان لانس وفيها فيرست جري تران برولابس ولا هو ما فيهاش برولابس بس ده فيه سوبر فاجينال الونجيشن سيرفكس او في اللانث بتاع السيرفكس هو اللي طويل انا اعرف منين هل اقدر افرق بينهم اليوترس بقى مش المفروض التراساوند يعني انت في بالاكزامينشن دي هل تقدر تفرق ما بين اذا كان في عندنا سوبر فاجينال الونجيشن سيرفكس ولا لا بمعنى اخر هل تقدر تقيس لي طول السوبر فاجينال سيرفكس لان المفروض ان السوبر فاجينال والبوش فاجينال قد بعض فلو السيرفكس ده 3 سنتي يبقى 1.5 فوق 1.5 تحت هل اقدر اقول اذا كان السوبر فاجينال بارت اوف ذا سيرفكس طويل ولا لا هل تقدر تقيس لي السوبر فاجينال بارت اوف ذا سيرفكس ها ايه رايكم الساوند ازاي اقيس هيستروسكوبي ده احنا دخلنا خلاص لكن انا قبل ما اعمل لها انفيزيف بروسيجر زي الهيستروسكوبي هل ممكن بالاكزامينشن كده بالوسائل الاكزامينشن بتاعتنا اللي هو بي في والكاسكو والحاجات بتاعتنا دي هل نقدر ان احنا نقيس السوبرا فاجينال بارت اوف ذا سيرفكس هو احنا ممكن نقيس البورشو فاجينالز البورشو فاجينالز ده سهل قوي مجرد ان انا بدخل ساوند كويس اول ريزيستنس هتبقى بتاعه الانترنال اصفه كده انا عرفت الطول قد ايه كويس وبعدين بعد كده ده الثاني ريزيستنس هي زي ما قلنا في الاي دي ده الفاندس كويس فكده انا عرفت السيرفكس لان اول ريزيستنس دي الانترنال اوف اللي هو انا عرفت طول السيرفكس كله لانه الانترنال اوف فاول ريزيستنس للساوند الانترنال اوف فانا كده عرفت كل السيرفكس طب انا عايزه السوبرا فاجينال بس هعرفه ازاي ها عايز ايه بقى عايز البوش فاجينالز ازاي بالبي في ها عايز ازاي البوش فاجينالز بي في كويس بي في بس انا عايزه اعرف الميجرمنت احنا استخدمنا ايه هنا يا دكاتره ساوند ولقينا اول ريزيستنس اللي هي عند الانترنال اس اللي هو ادتني كل اللانس بتاع السيرفيس نفس ذات الساوند هطلعه من السيرفيس واحطه في اللاترال كورنيكس اسلي ايه اسلي البوش فاجينال سبستراكت الاثنين من بعض كل اللانس بتاع السيرفيس اللي هو عند الريزيستنس بتاع الانترنال اس ماينس البوش فاجينال هيجي لي السوبرا فاجينال بارت اعرف ساعتها اذا كان عندي سوبرا فاجينال الانجيشن ولا انا ليه بشرحها عشان هي موجوده في الكتاب خلاص عشان بس تبقوا انتوا فاهمينها متخيلين ازاي بنقيس بنستخدم الساوند عشان نمجر السوبرا فاجينال بارت السوبرا فاجينال بارت مش هعرفه بالساوند انا البوش فاجينالس وذا هول لانث اوف ذا سيرفيس وسبستراكت الاثنين مع بعض يبقى كده عرفت السوبرا فاجينال لانث ده اخباره ايه وهل هو الونجيتد ولا مش الونجيتد يبقى التشينجز احنا لسه في التشينجز التشينجز قلنا ممكن الفاجينا يحصل لها ايه السيرفيكس يحصل له ايه طب في تشينجز باثولوجيكال تشينج طبعا ثانيه ممكن تبقى موجوده لو هو البلادر نازله بالمنظر ده عامله زي ساك ما احنا بنقول عليها سيستوسيل زي فورم اوف ساك فطبعا بيحصل ستيزس في اليورين وكده في المكان ده فممكن ان هو يحصل انفكشن بالظبط كده يحصل انفكشن عشان بروليفريشن البكتيريا وكده فممكن يحصل انفكشن وممكن برده يحصل كينكينج لليوريتر ويعمل لنا باك بريشر بقى هيدرويوريتر وهيدرونيفروزس على الكني ده في اللونج ستاندنج اوكي وممكن هنلاقي انه مع السيستوسيل بالذات يحصل ويكنس للسفنكتر بتاع البلادر ويبقى اسوشيتد مع ستريس يورينال انكونتنس وهناخده المره الجايه يوم الخميس في ستريس يورينال انكونتنس فدي الباثولوجيكال تشينجز اللي ممكن تبقى موجوده ان ريليشن تو او ان اسوشيشن للبرولابس طب ايه الكلينيكال بيكتشر الكلينيكال بيكتشر تبقى سيمبتومز وساينز سيمبتومز العين تشكي من ايه
برزنتيشن طبعا اسيمتوماتيك، وانت تلاقيها بتفحصها عشان هي بتشتكي من انفكشن بتاعه، لان هي عندها ايه ده، دي عندها فيرست ديجري فرانك برولابس، انت بتفحصها وبتشوف السيرفكس اخباره وايه، في عندها سيرفكسايتس، في عندها حاجه من الانفكشن هي بتشتكي منها، تلاقي ايه ده السيرفكس اتلور ليفل عن الاسكال سباين. ما دام انت مش حاسه باي سقوط رحمي او مهبلي يعني ايه سقوط يا دكتوره، ما يبقى ما عندهاش اي مشكله خلاص، نو سيمبتومز نو تريتمنت، ما هو ده بيناين كونديشن. فلو هي ما عندهاش سيمبتومز يبقى مع مش محتاج تعمل لها اي تريتمنت خالص، يبقى موستلي اي سيمبتوماتيك. طب ايه تاني سيمبتومز ممكن تحس بيها؟ لو لا عندي صوت تمام، الحاجات اللي وقعت هو احنا عندنا يعني فرانك برولابس واليوترس نفسه نزل. طب لو اليوترس نزل ايه ايه سيمبتوم اللي هي تحس بيه لو هي عندها فيرست او سكند ديجري فرانك برولابس او ثيرد ديجري فرانك برولابس؟ تحس بايه؟ ممكن تحس بديسبارونيا، ممكن عشان ماس فيلينج الفاجينا فممكن تحس بديسبارونيا. هابينس تقل، تحس تقل عشان ده بيعمل لنا فالبيك كونجشن، بالترايات بتاع الفالبيك كونجشن اللي احنا عارفينه اللي هو منوراجيا وكونجستد ديسمينوريا وليكوريا، فممكن تحس بكونجشن او سيمبتومز بتاعه الفالبيك كونجشن وهابينس. ايه كمان؟ بالفيك بين ريليتد للباك، الفالبيك بين اللي هو ايه فالبيك بين ريليتد للباك، يبقى موصلي فين الباك؟ الدورسم باك بين باك ايج او باك بين ليه؟ عشان اليوترو سيكرال ليجمنت، خلاص اليوترو سيكرال ليجمنت فشد على البريوسيوم بتاع السيكرا، ده بيريديت النيرفز في الحته دي، فبالتالي ممكن تحس باك ايج. فلما تيجي تقول لك انا على طول ظهري بيوجعني كده، على طول تفكر يا اما عندها سيرفايكال ليجن، يا اما سيرفايكال ليجن زي ايروجن انفكشن او كده، لان السيرفكس برده بيعمل ريفير بين للباك، او يبقى عندها برولابس لان عشان الشد بتاع اليوترو سيكرال ليجمنت. فهي ممكن تيجي تشتكي من هابينس، ممكن تيجي تشتكي من sexual symptoms، ممكن تيجي تشتكي من الباك ايك، ممكن تيجي تشتكي من mass protruding from the vulva، بتقولك انا حاسه حاجه سداني من تحت، وهي فعلا بيقولوا اللفظ ده، بتقولك حاسه حاجه سداني من تحت او في حاجه نازله مني من تحت، ف mass protruding. في symptoms تانية ممكن تشتكي منها على حسب بالظبط كده، لو هي عندها cystocele هتشتكي اكتر من ايه؟ dysuria frequency بتاع يعني حاجات urinary symptoms، لو هي عندها rectocele هتشتكي اكتر من rectal symptoms in the form of ان هو difficult defecation. ساعات كتير قوي تقول لنا الست ان هو في حاجه نازله مني انا مش بقدر ان انا complete the act of micturition except after reposition of the mass، لان هو الماس دي فيها لسه يورين، فهي تخلص طلعت وتيجي تقوم تلاقي نفسها لسه عندها sensation of feeling، لان لسه عندها desire، لسه في بول موجود، فهي اتعلمت ان هو لما الماس دي هي تدخلها she can complete the act of micturition. فبالتالي الست بتقول لك انا في ماس نازله مني ومش بقدر ان انا complete the act of micturition او defecation لو هي rectocele غير لما اعمل reposition of the mass، فده على طول انت بتconfirm. يبقى ممكن بس by history وانت قاعد تاخدها كده تقدر توصل ان هي عندها uterine prolapse لانها بتشتكي من باك ايه، لا ده cystocele لانها عندها urinary system symptoms، يا اما rectocele لو هي عندها rectal symptoms. فهو من الهيستوري تيكن انت تقدر تعرف ده symptoms. ساينز بقى هتكونفيرم الكلام ده، ساينز يعني بقى نعمل جنرال اكزامينشن، قضينا الان لوكال بي دي اكزامينشن. هل في حاجه في الجنرال اكزامينشن مهمه تحب بتدور عليها؟ ما انت مش هتشوف الحاجه غير لو بتدور عليها، زي ما قلنا مثلا في الفايبرويد هبص بالر عشان هو بيعمل بليدنج. طب هنا في حاجات بتدور عليها في الجنرال اكزامينشن؟ او ويكنس في الميزينكايم لو عندها فلات فوت، لو عندها باريكاستيس بتاع كده. ايه كمان؟ ها في حاجه ثانيه بتدور عليها؟ هيرنيا برضو ده نفس القصه اللي هو عشان ما ساين اوف ويكنس بتاعه الميزينكاين. ها عندها بالظبط، عندها حاجه من البريسبيتيتنج فاكتورز يا دكاتره، لو هي عندها ازمه ان كنترول، لو عندها مثلا تي او بي دي، لو عندها اللي هو كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، لو عندها لو شيز اوبيز، لو عندها فاتوسبلين ماجلي، ما لازم الحاجات دي تو بي تريتد بيفور سيرجيكال انترفنشن، لان انا لو عملت الاوبريشن بتاعه البرولابس لكن هي عندها البريسبيتيتنج فاكتور ما هتريتيرن باك، هيحصل ريكورنس للبرولابس، فلازم ان انا اكونترول الحاجات اللي هي بريسبيتيتنج فاكت. فده بدور عليه في الجنرال اكزامينشن، يعني لو قلت ان عندي ازمه وان كنترول، لا روحي ظبطي الازمه بتاعتك الاول وبعدين تعالي ان احنا نعالج البرولابس. فالجنرال ده بالنسبه للكلينيكال بيكتشر سيمبتومز، الجنرال اكزامينشن از فيري امبورتنت. الابدومينال اكزامينشن هتشوف عندها هيباتوسبلينوماجلي، عندها حاجه في الابدومينال اكزامينشن برضو اللي هي بتاعت بريسبيتيتنج فاكتور. البي دي اكزامينشن طبعا اكستريملي امبورتنت من اول الانسبكشن، انت بس بمجرد انك انت بتحطها الاول على السرير واحده ايه ما دام عايز تعرف في برولابس ولا مفيش برولابس، وبعد كده نتكلم نشوف بقى التايب اوف برولابس ده. يعني الاول باي انسبكشن احزق يا مدام، حزقت المدام لقيت حاجات طالعه انت مش عارف بقى ده يوتراين ولا سيستوسيل ولا ريكتوسيل، نبتدي بقى نحط ايدينا ونعمل بالبيشن ونحط انتيرير وبوستيرير والكلام ده عشان نعرف هو انهي تايب اوف برولابس، هل هو يوتراين ولا فاجينال، ولو فاجينال هو انتيرير ولا بوستيرير. يبقى في الـ في البي دي اكزامينشن انسبكشن از اكستريملي امبورتنت.
اعرض لو انا عندي حساسيه السيرفكس عشان اشوف اذا كان عندي سوبر فاجينال ايلونجيشن اوف ذا سيرفكس ولا لا. طيب افرض ان انا بتكلم على انتيرو سيل، هل في حاجه سبيسيفيك بتبقى موجوده في ال او شايفين انا داخل الصور دي؟ احنا شفنا صوره سيستو سيل كويس، اهو سيستو سيل برده لقيت الست ده ايه طلع حاجه، الحاجه دي منين؟ لازم احط سباكلم او احط سباي او كده عشان اعرف هي فعلا انتيرو ولا بوستيرو، عشان اقارن دي سيستو سيل ولا ريكتو سيل. ريكتو سيل اهو برده لقيت حاجه طالعه، ما الحاجه طالعه دي هل هي انتيرو ولا بوستيرو؟ نفس القصه لازم اعرف اذا كانت هي ريكتو سيل طالعه من قدام ولا من ورا، لان نورمالي ان انت لما تعمل الاكزامينشن وتقولها تحزق ما تلاقيش اي وول طالع للفاجينا اللي هو زي الصوره اللي فوق دي، الانتيرو والبوستيرو وول ما تلاقيهمش ان هم طالعين لك. وفي نفس الوقت برده بتلاقي ان الريجي بتاعت الفاجينا كابت، لكن لو في سيستو سيل او ريكتو سيل ساعات بنلاقي الريجي بتاعت الفاجينا بتبقى مش كابت، بتلاقي ان هي زي ما الساء كده الفاجينا الوول ما بقاش فيها الريجي دي من كتر ما السيستو سيل او الساك اللي بقت موجوده، فرحت عامله سكراتشنج للفاجينا الوول، فما لقيتش انت الريجي بتاعت الميكوزا دي موجوده. طيب انتيرو سيل، انتيرو سيل هو شايفين هنا انتستال نزلت في الدوجلاس فاوتش، فبالتالي مش لازم تطلع لحد بره، فانت الكلام ده طلع لحد بره انت لما انت قلت لها تحزق، لكن هي قبل ما تحزق ممكن الكلام ده يبقى لسه جوه. طب انا هعرف منين ان ده انتيرو سيل؟ الفيرستابس يعني انا هشوف الفيرستابس دي تتشاف، لو جيت تحسها بيبقى اسمها ايه؟ جيرجلينج سنسيشن، بالظبط كده جيرجلينج سنسيشن. فانت حتى بالبي دي اكزامينشن هتلاقي في الدوجلاس فاوتش في جيرجلينج سنسيشن، فعلى طول تقول العيانه دي عندها انتيرو سيل. فانتيرو سيل بحس فيها بالبي دي اكزامينشن سنسيشن، ده بالنسبه بالنسبه للفاجينال كولابس. يوتراين كولابس احنا قلنا يا اما فيرست ديجري اللي هو ما يطلعش السيرفكس بره الفالفر رينج، او الاقي السيرفكس بره الفالفر رينج. طب انا ليه قلت ده سيرفكس؟ ليه ما قلتش عليه انتيري رول او بوستيري رول او كده؟ ليه قلت على الماس دي ان ده يوترس؟ ليه قلت على ده يوترس؟ انا شايفاه هنا يوترس، بس هنا انا مش شايفه انه يوترس، انا شايفه حاجه طالعه. عشان السيرفكس بالظبط كده في خرم، في خرم، في سيرفكس، في خرم الاكسترنال اوف سيرفكس، لكن التانيين كانوا مجرد بالونه سيستو سيل وريكتو سيل، ما فيهمش خرم، ما فيهمش حاجه اوبننج، لكن ده طبعا في الاكسترنال اوف، فانا اتعرفت على ان ده يوترس من وجود الاكسترنال اوف. لكن الانتيرو سيل السيستو سيل الريكتو سيل كلهم سيل 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 ساعات يعني ما فيهاش اي اوبننج، لكن طبعا اليوتراين كولابس بقى في اوبننج، فعشان كده ده الاكسترنال اوف هو ده اللي خلاك تقول ان ده سيرفكس. طب ده انهي ديجري اوف يوتراين كولابس؟ فيرست؟ لا انا شايفاه بره ما يبقاش فيرست. سكند يعني السيرفكس بس هو اللي طالع، مش كل اليوترس انكلودنج الفانجس؟ مين بيقول سكند؟ طيب مين بيقول ثيرد؟ لا ده اليوترس كله طالع بره انكلودنج الفانجس، ما ده ثيرد. انتوا شايفين الفانجس؟ ما انا مش عارفه شايفاه ولا لا. طب الصوره دي الفانجس فين؟ الفانجس جوه. طب احنا برده مش واضح قوي، بنروح مقربين صوابعنا يا دكاتره عند الفالفر رينج. لو انت لقيت اليوترس كله تحتك تحتك، يعني انت مش ماسك يوتراين تيشن يوتراين وول ما بين ايديك، يبقى لسه ما فيش يوترس جوه، يبقى انت كده بتتكلم على ثيرد ديجري يوتراين كولابس. لو قدرت تقرب صوابعك عند الفالفر رينج وتلاقي الفانجس تحتيك، يعني كل اليوترس كده تو ذا اكسترنال سايد، فكده انا بتكلم على ثيرد ديجري يوتراين كولابس. لكن لو جيت تقرب صوابعك هنا ولقيت لا في يوتراين تيشن يوتراين وول انت حاسبه حتى لو كان الفانجس بس، خلاص ده انا كده بتكلم على سكند ديجري يوتراين كولابس. واضح؟ ده بالنسبه للكلينيكال بيكتشرز والسيمتومز او الساينز، خلاص اللي هو جنرال وابدومينال ولوكال اكزامينشن بيبي اكزامينشن، اللي هو الفرق بين السكند والثيرد. طب الفرق بين السكند والثيرد ديجري يوتراين كولابس هو ايه؟ احنا قلنا السكند ديجري يوتراين كولابس السيرفيك بس اللي بره او اني بارت اوف ذا يوترس، بس مش كله، مش كل اليوترس. ايوه طب هعرفه ازاي؟ ان انا باجي عند الفالفا هنا كويس، باجي عند الفالفا انتيرو وبوستيرو، وبحاول امسك عند الفالفا رينج الحاجات اللي طالعه دي. لو لقيت ان هو انا بين صوابعي مفيش غير فاجينا، مفيش يوتراين تيشو خالص، مفيش مايوميتريم بين صوابعي، مفيش الماسل وول بتاعه المايوميتريم، يبقى ده معناه ان اليوترس كله بره، انه مفيش حاجه جوه، فبالتالي ده انا معناه ان انا عندي ثيرد ديجري يوتراين كولابس، ده اليوترس كله بره. لو انا بين صوابعي لقيت لا في يوتراين تيشو، انا حاسه مايوميتريم بين ايديا، يبقى بالتالي اليوترس لسه باقيته جوه، يبقى انا بتكلم على سكند ديجري يوتراين كولابس. اوكي؟ ده بالنسبه للسيمتومز والساينز. هل في انفستيجيشن تحب تعملها للعيانه دي؟ انفستيجيشن بنعملها عامه تو كونفيرم الدايجنوزس. ها؟ مش محتاج، هو انا شايفاه. لو هي بقى عندها يورينري سيمتوم ديسيوريا وكده اعمل لها يورين اناليسيس اشوف في انفكشن ولا لا عشان تو بي تريتد بيفور الاوبريشن، عشان
مثلا ما ينفعش ان انا اخش اعمل لها عمليه وهي عندها انفكشن او كده عشان ما يحصلش بلادي قبل الانفكشن. خلاص تمام. يعني هي بس لو عندها urinary symptoms in the form of dysuria مش بس frequency، لان frequency ما هو طبيعي ان هيبقى عندها frequency لان على طول عندها احساس بالديزاير ده. فساعتها اللي بعمل طبعا لو عندها stress urinary incontinence بعمل لها التست بتاعت الاسوشيتد stress urinary incontinence، لكن هي لوحدها كده لا مش محتاجه ان انا اعمل لها investigation. تريتمنت، ايه التريتمنت بتاع البرولابس ده كده؟ عليكوا اسامي العمليات وكل واحده بتتعمل ليه، بس ما عليكوش الستبس بتاعت العمليه. يعني ما تلاقوا الستبس نفتح هنا ونستكت ونعمل والغرز اللي ناخدها ده مش عارف، بس عليكوا اسم العمليه اللي بتتعمل ليه. يعني ده اعمل له ايه، ده اعمل له ايه، ده اعمل له ايه، اه ده اللي عليه. لكن الستبس لا. طيب التريتمنت، ايه التريتمنت بتاع البرولابس؟ اصلح الكوز اللي هو ايه الكوز عندي. اه الليجمنت دي ويك، فبالتالي يعني اربط الليجمنت وبس، ولا هتبقى عايز تريبوزيت برضو الاثنين؟ يعني هعوز ان يبقى دي سيرجيكال ولا مش سيرجيكال؟ يعني ممكن الكلام ده يبقى ميديكال ادويه؟ لا طبعا ده لازم يبقى سيرجي، فبالتالي التريتمنت هيبقى سيرجي. طب ده اول حاجه في التريتمنت تحبوا تقولوها لي ايه؟ اوقف البريديسبوزنج فاكتور، احضرها للعمليه ان انا اوقف البريديسبوزنج فاكتور. طب لو هتعمل عمليه تعملها بري منسترول ولا بوست منسترول لو هي منسترويتنج ولا مش فارقه؟ ليه بوست منسترول؟ عشان اليوترس اه بالظبط، لان البري منسترول قبل ما تجيلي تنزل على طول هيبقى في كونجشن وبلاس سبلاي كتير رايح، بلاس ان هي عملت العمليه تاني او تالت يوم هينزل عليها اندوميتريال شادنج ممكن يعمل انفكشن للسوتشر لاين بتاعي. فديفنتلي انا بعمل اي اوبريشن بوست منسترول عشان يبقى اقل بليدنج واقل كونجشن، وتبقى لسه فاضل لها شهر على بال ما تنزل لها منسز يكون اوريدي حصل هيلينج للتيشوز فما يحصلش انفكشن للتيشو. لو هعمل عمليه بعملها بوست منسترول. طيب يبقى اول حاجه بظبط البريديسبوزنج فاكتورز وان انا بسكادول الاوبريشن ان هي تبقى بوست منسترول. في حاجه قبل كده؟ في حاجه قبل كده؟ ممكن ما اعملش اصلا العمليه. طب يعني اعمل ايه؟ ايه حاجه من جوه السبورت؟ هتبقى عمليه لو انا زي هرنيا ريبير او كده ماشي بتاع ده هيبقى برضو عمليه. لا لا انا قصدي هل البرولابس ده البريديسبوزنج فاكتور اللي احنا قلناها وكده اللي هو ريبيتد تشايلد بيرث وتشايلد تروما اللي هو ده الموست كومن كوز، هل ممكن يبقى بريفنتد اصلا؟ اه طبعا. لا مش هتحمش فين يعني بروبر سبيسنج، ما احنا بنقول ريبيتد بروبر سبيسنج وتعمل كيجلز اكسرسايز، يعني اكسرسايز للبيلفيك فلور ماسلز والليجمنت وكده. بيبقى في اكسرسايز اسمها كيجل اكسرسايز هما بيعملوها اللي هو اكنها بتحط حاجه تقيلات كده في الفاجينا وتحاول تمسك وتسيب وتمسك وتسيب عشان تسترنثن البيلفيك فلور ماسلز. فطبعا اقول لها على بروبر سبيسنج عشان يبتدي يحصل ريجينريشن للتيشوز، ما هو ده البروبر سبيسنج. لكن لو ورا بعض ورا بعضه مش هيحصل ريجينريشن للتيشوز. فبروبر سبيسنج ان هو تعمل كيجلز اكسرسايز بعد كل ولاده والثانيه يبقى في سبيسنج على الاقل سنتين. During delivery يا دكاترة في process of delivery احنا لما بنخلي بنولد العيانة او بنحضر ولادة العيانة او بنبقى موجودين فيها، في عندنا حاجة اسمها first stage و second stage و third stage ودول هتاخدوهم. first stage of labor اللي هي طول فترة contractions اللي هي بيحصل فيها cervical dilatation من اول close cervix لحد 10 سنتي، ودي فترة طبعا very variable ممكن تقعد لحد يوم. والسكند ستيج ده الستيج اوف ديليفري اوف ذا فيتوس كويس، والثيرد ستيج اللي هو ديليفري اوف ذا بلاسنتا. دول الثلاثه ستيجز. بروبر مانجمنت لكل ستيج من دول يعني ايه؟ ساعات بتلاقوا ان العيانه وفي الافلام وكده وهي قاعده بتولد كويس بيجي لها طلق يعني لكن لسه السيرفكس ما فتحش، ازاي تقول لها ايه؟ احزق طول ما انت قاعده عماله تحزق. هل الحزق ده ليه نتيجه؟ لا، هو هيبريديسبوز تو برولابس فقط لا غير، لانه السيرفكس لسه ما فتحش فالبيبي عمره ما هينزل، فعماله تحزق تحزق تحزق. فطبعا avoid bearing down خالص during the first stage، يعني proper management لل first stage of labor to avoid bearing down. وانت بتولد البيبي second stage لو استخدمش instrumental deliveries او كده، لو في اي minor tears حتى لو hidden انك انت تعمل لها repair، تعمل episiotomy لما تحتاج عشان ما يجيلكش deficient perineum. يعني proper management لل first stage of labor و second stage و third stage of labor. طب third stage دي delivery of the placenta، انا proper management دي ما انت بعد ما تدليفر البلاسنتا لازم تعمل اكسبلوريشن للبيرث كانال عشان تشوف لو في اي تيرز او حاجه انك انت تخيطها عشان مش تبريديسبوز بعد كده للبرولابس. والكلام ده هنقوله في المانجمنت بتاع ليبر. وطبعا اكيد مانجمنت اوف ليبر از اكستريملي امبورتنت. ليه؟ هو الجي بي بيولد ولا لا؟ اه طبعا اه طبعا اه ما بيكحتش لكن بيولد، هي مش سيزارين سكشن لكن بيولد. فبالتالي لازم يعمل بروبر مانجمنت اوف ليبر لان ده نورمال ليبر، ده بروبر مانجمنت اوف نورمال ليبر اللي هي ما فيهاش اي ريسك فاكتور. proper management of normal. يبقى احنا بالنسبه للتريتمنت بريفنشن، بريفنشن
اول ما تولد ان هي يبقى عندها proper spacing و proper management first و second و third stage و postpartum ان انا انصحها بكيجلز exercise وتعمل physiotherapy وكده عشان تسترانسن تاني الليجمنت والبلبيك فلور ماسلز. ده بالنسبه للبريفنشن. طب actual treatment بقى، هل التريتمنت او السيرجري بتاع السيستوسيل زي ريكتوسيل زي الفيرست ديجري زي السكند زي الثيرد ديجري ترانفرلاس كلهم واحد؟ اكيد لا، ده في حاجات هنا ستراكشرز غير دي خالص، فاكيد مش هيبقوا زي بعض. طب لو انت عندك سيستوسيل هتعمل لها ايه اسم الاوبريشن؟ هي السيستوسيل دي انتيرو بوستيريو انتيرو، بعملها انتيرو ريفات، هو اسمه انتيرو ريفات، حاجه لطيفه جدا يعني. سيستوسيل بعملها انتيرو ريفات. طب لو ريكتوسيل بوستيريو ريفات. طب لو هي عندها سيستوريكتوسيل نقول عليها كلاسيكال ريفات. كلمه كلاسيكال ريفات دي يعني انتيرو انتوسيل. لو حد قال لك العيانه دي عملت كلاسيكال ريفات يبقى تعرف ان هي عملت ريفات للسيستوسيل وريفات للريكتوسيل او عملت انتيرو انتوسيل ريفات، ده اسمه كلاسيكال ريفات. طب لو هي عندها سكند ديجري يوتراي برولابس، سكند ديجري يعني المنظر ده انه السيرفكس اهو طالع لبره كويس لكن اليوترس لجوه وهي عندها سكند ديجري ترانفرلابس، تعمل لها ايه؟ سكند ديجري ريبير. لا يعني هتعمل ايه؟ طيب اشرح لي، احنا قلنا انتيريو ريبير ده او انتيريو كولبو بيرينيورافي او انتيريو كولبورافي. كولبورافي كولبو اللي هي فاجينا، رافي يعني ريبير، فممكن انتيريو كولبورافي او انتيريو ريبير الاثنين واحد، بوستيريو كولبورافي او بوستيريو ريبير الاثنين واحد. كلاسيك ريبير ده لو انتيريو بوستيريو ريبير. طب لو هي عندها هذا المنظر، عندها كده، اعمل لها ايه؟ ها هي عايزه ايه؟ حلوه قوي الكلمه دي، مش كده ولا ايه؟ هي تفرق هي عايزه ايه؟ ليه ممكن ايه الاوب اوبشنز؟ ممكن اعملها هيستريكتومي فاجينال ولا ابدومينال؟ يعني فاجينال روت اشيل اليوترس ثروز فاجينال روت ولا ثروز ابدومينال روت؟ فاجينال طبعا، ما اليوترس ده طالع بره اخش ابدومينال ليه؟ اعمل ايه اذا كان كل اليوترس طالع لي بره؟ فهو مجرد بس ان انا همسك الليجمنتس والبلاس يعني على ناحيتين يوتراين ارتري الاوفيريان ارتريز الكلام ده الاوفيريان ليجمنتس وبشيل اليوترس فاجينال بروسيجر بلس ان انا اروح طبعا ماسكه اللاترال سيرفايكال ليجمنتس اللي انا قطعتهم دول اخيطهم في البولت بتاع الفاجينا عشان ما يحصلهاش بعد كده بولت برولابس. يبقى طبعا لو هي مش عايزه ديزاير فور فيرتيليتي يبقى بعمل لها فاجينال هيستريكتومي اند كلاسيكال ريفات، لان ممكن قوي يعني لو في عندها اسوشيتد، لان ممكن تبقى يوتراين برولابس اسوشيتد معاه انتيرو بوستيريو وول اروح اعمل لها كلاسيكال ريفات. لا هي ما عندهاش غير السكند ديجري يوتراين برولابس خلاص يبقى هعمل لها فاجينال هيستريكتومي خلاص. طب افرض هي عايزه عيان، قالت لك لا انا عايزه عيان، انا ولدت ثلاث مرات بس اولادي ماتوا او واتيفر مش فارقه معانا، المهم هي لا عايزه تبريزرف الفيرتيليتي بتاعتها وهي عندها سكند ديجري انترلاس، تعمل لها ايه؟ ارجعه واعمل ايه بقى؟ بالظبط كده، اللي هو في السيكروسباينس ليجمنتس على الجناب بعمل سيكروسباينس فيكسيشن، برجعه لمكانه قريب فازت كويس. ممكن اعمل بلايتيشن للماكن رودز لان طبعا الماكن رودز بتبقى تولد قوي، فاعمل لهم فلايتيشن كويس بحيث ان انا اقصر الماكن رودز دول واعمل لها سيكروسباينس فيكسيشن. يبقى احنا لو عندنا فاجينال برولابس كويس انتيرو روب بعمل لها انتيرو ريفات، بوستيرو روب بعمل لها بوستيرو ريفات، لو هي عندها انتيرو بوستيرو بعمل لها كلاسيك ريفات. طب لو عندنا يوتراين برولابس، لو هي عايزه تبريزرف الفيرتيليتي بعمل لها سيكروسباينس فيكسيشن، لو هي عايزه تبريزرف الفيرتيليتي بعمل لها سيكروسباينس فيكسيشن. طب لو هي مش عايزه تبريزرف الفيرتيليتي وهي ست كبيره وكده فبعمل لها فاجينال هيستريكتومي بلس اور ماينس كلاسيكال ريبير معاها على حسب هو في اسوشيتد فاجينال برولابس ولا ما فيش، هو بس يوتراين برولابس وخلاص. لو عندنا سوبر فاجينال الانجيشن للسيرفكس، فاكرين السوبر فاجينال اللي احنا قعدنا نشرحه ده؟ افرض ان هي عندها سوبر فاجينال الانجيشن اوف ذا سيرفكس، تعمل لها ايه؟ بعمل لها امبيتيشن للسيرفكس، حته من السيرفكس بعملها لها وبس. لا انسرت فاجينا لازم اعمل فلايكيشن للماكن رودز لان دول اكيد طول قوي لانه في فورسز هنا وفورسز هنا، فلازم بتعمل فلايكيشن برده للماكن رودز. فانت لو هي عندك سوبر فاجينال الانجيشن للسيرفكس بتعملها سيرفايكال امبيتيشن فلايكيشن للماكن رودز ومعاهم سيكروسباينس فيكسيشن برده عشان البرولابس اللي حاصل. الثلاثه دول مع بعض اللي هو سيرفايكال امبيتيشن و فلايكيشن للماكن رودز وسيكروسباينس فيكسيشن اسمهم مانشستر اوبريشن او فادر جيل اوبريشن، فادر جيل او مانشستر اوبريشن دول اسمهم كده فادر جيل او مانشستر. خلي بالكم في الكتاب مش عارفه ليه لما بتقروا المانشستر اوبريشن بتفتكروها بس سيرفايكال امبيتيشن، هي سيرفايكال امبيتيشن بلس كمان فلاكيشن الماكن رود بلس سيكروسباينس فيكسيشن، فهو بيعالج السكند ديجري تراين برولابس اللي معاه سيرفايكال الانجيشن. لكن لو مش معاها سيرفايكال الانجيشن انا كفايه قوي ان احنا نعمل سيكروسباينس فيكسيشن
ديفيشن وفلاكيشن للماكن راس. واضح يا دكاتره؟ فلاكيشن دي بتتعمل ازاي؟ لا يعني ايه فلاكيشن؟ شورت مي. اه شورت مي بتاع فلاكيشن يعني زي انك انت بتكشكش بتحط بتعرف تخش وتخرج فيه عشان لما تكشكش الحاجه بتقصر. انت لما تيجي حاجه طويله كده تكشكشها هتبتدي تلاقيها اسرت. فانت عايز تاثر فعلا الماكن راس فهتاثرهم زي انك انت تعمل فلاكيشن للماكن راس. فده اثر الماكن راس فخلى ان اليوترس يطول، لان لما كانوا الماكن راس طوال كان اليوترس نازل، لكن انت لما اثرت الماكن راس فاليوترس طلع فوق وبقى في مكانه. اوكي فده لو عندنا سيرفايكال الانجيشن. طيب افرض ان العيانه اللي هي جايه لك بالمنظر ده لقيت عندها كومبليت بروسيدنشا. كومبليت بروسيدنشا يعني كل اليوترس طالع لبره خلاص، وهي ما عندها سي او بي دي. طبعا ممكن قوي يبقى عندها سي او بي دي، ما ده طبيعي انه هيبقى عندها بريسبيتيتنج فاكتور كرونيك افكتيف بالمونري ديزيز، مش عارف كاردياك ماشيه على مغيره فالفز وعامله ماشيه على انتي كواجولنتس او كده. دي فيت ولا انفيت فور سيرجري؟ انفيت فور سيرجري. لو عندك انفيت فور سيرجري لكن شيز كومبلينينج اوف البرولابس ده سكند او ثيرد ديجري ترام برولابس، تعمل لها ايه؟ مش هقدر اعمل لها فاجينال ديستركتومي لان هي شيز انفيت فور سيرجري، اعمل لها ايه؟ ها ايه رايك يا دكاتره؟ اعملها ايه؟ يعني ايه انترنال فيكسيشن؟ يعني ايه انترنال فيكسيشن برضه؟ يعني ايه؟ اي صوت؟ يعني ايه اي حاجه تسبورت من بره برضه؟ انا عايزه افهم. العيانه بتقول لها هنعمل لك ستايب بتاع ايه يعني ايه دكتور؟ يعني اي حاجه تسبورت؟ يعني اعمل ايه برضه؟ ما لازم تفهموني، انا لو فهمتكم كده لازم تفهموني. ها؟ الرينج ده من بره ولا من جوه؟ من جوه. من جوه يا دكاتره يعني قصدي انتر ابدومينال ولا من بره اللي هو فاشاينال؟ بالظبط فاشاينال اسمه بيساري. بيساري يعني ممكن ان انا احط بيساري كويس اللي هو زي حلقه او كده بحيث ان هي تكيب الاورجن ان بليس فما تبقاش هي عندها تروفيك ارسز وحاجه طالعه منها او حاجه مضايقاها لما تخش التواليت او كده. فممكن ان انا الرينز دي او الباسريز دي بروح حطاها للعيانه، بدخل طبعا بري فاضل لان الحاجات دي بتخش وتطلع، فبري فاضل هذه المانس اللي جوه كويس واروح حاطه لها او هي كمان بتتعلم تحط لنفسها هذا الرينج بحيث ان هو يكيب الاورجن ان بليس ما يبقاش عندها الباك ايه، ما يحصلهاش الترافيك ارسرز والديكيميتس ارسرز، ما يبقاش عندها يورينري او ركتال سيمتومز او كده. فلو هي سيفيرلي يعني فريل وان فيت فور سيرجري احنا ممكن نعمل لها الباسري ده. طب الباسري ده تمبرري تريتمنت ولا بيرمننت تريتمنت؟ تمبرري طول ما هي كيبنج البتاع ده ان بليس، لكن وانس ان هي لو الكونديشن بتاعتها اتحسنت لو بقت فيت فور سيرجري اللي ساعتها ممكن ان انا اعمل لها عمليه. فده حاجه تمبرري وطبعا بتحطه على طول ولا بتحطه في اوقات معينه وتشيله؟ ايه رايكم؟ هي الست دي من الفوزر ولا لا؟ احنا بنقول فريل وكتيره قوي كانت عايزه تعمل فاجينال ديستراكتومي بس ما قدرناش نعمل لها فاجينال ديستراكتومي من كده، فدي غالبا هتبقى واحده من الفوزر وعندها من الفوز الاتروفي فهي اللي خلى يبقى عندها ثيرد ديجري ترايم برولابس، فبالتالي هي مش بتجيلها منسس. انا يعني تفضل بالبتاع ده على طول، هو وجود البتاع ده على طول ممكن يعمل ايه؟ انفكشن، وجود فورين بادي موجود انفكشن، السريشن للفاجينا، اريتيشن للفاجينا، فاجينال كانسر يعني اكستريملي رير اه بس يعني دي كومبليكيشن. فهل تبدا 24/7 دي؟ لا هو لما تنام هتشيله بالظبط طبيعي ان هي بتحطه بس يعني اول ما تصحى من النوم عشان لما تقوم او تتحرك او كده، وبالليل ممكن هي تشيله عشان ما يحصلش بقى كونتينوس انفكشن او اريتيشن او كده. طيب ده لو هي بقى سيفيرلي انفيت فور سيرجري. اخر حاجه هنقولها انه في نوع اوبريشن ممكن يتعمل اندر لوكال انستيزيا، لوكال انستيزيا او سباينال انستيزيا لو هي الست بين الاثنين اللي هو شي كانوت ويستاند الفاجينال ديستركتومي، يعني الست دي فعلا منوبوزل وكل حاجه وكده شي كانوت ويستاند الفاجينال ديستركتومي عشان عندها مشاكل انفيت فور سيرجري، لكن في نفس الوقت مش بيري ما فيش. يعني دكتور التقدير يقول لك ايه بس ممكن حاجه لوكال حاجه سريعه يعني بروسيجر سريع ممكن ان هو هي تستحمله، فبنعمل لها اوبريشن اسمها لوفور اوبريشن. لوفور اوبريشن سي سايلنت لانه فرنش نيم. فلوفور اوبريشن ايه لوفور اوبريشن دي؟ بندخل بندخل السيرفكس جوه او بندخل اليوترس كله جوه اللي كان بره ده في البوستيريور.
نشوف الكور اوبريشن دي هتبقى مناسبه لمين. ما انت اللي هتقولي انهي ست هتبقى بالنسبه لها مناسبه. يعني هتدخل البتاع ده جوه، انت دخلت البتاع ده كله جوه وقفلت الباجينا، هل ممكن ينزل؟ هينزل منين؟ انا قفلت الباجينا انتير بوسير وول. اه بس ايه؟ بس ما ينفعش ايه؟ مفيش سكشن انتركورس، دي لازم تبقى ويدو او عندها سكشن انتركورس او واتيفر، لان هنا انت قفلت الباجينا. فبالتالي ايوه قفلت الباجينا، هتخش التواليت هتخش، ما اليوريترا مش مقفوله، ورا برده الانس مش مقفول، انت بس قفلت لها الباجينا فقفلت الانتير بوسير. طب المنسز، ما هي اساسا منوبوزل، ما ينفعش اعملها لوحدها مش منوبوزل، فانت قفلت الباجينا. طيب بس في ناتشرال سكريشن ممكن تبقى موجوده، عشان كده في حاجه اسمها موديفايد لفور اوبريشن، موديفايد لفور ان هو عمل شانل على الناحيتين سابها مفتوحه، فقفل فعلا انتير بوسير وول اوف ذا فاجينا بس في الميدل بارت بس، لكن ساب التو لاترال بارتس زي شانل بس كده مفتوحه تو الاو سكريشن نازله من السيرفكس لو في اني سكريشن نازله او كده، عشان كدرينج، عشان ما يحصلهاش ريبيتد انفكشن. فده بالنسبه لفور اوبريشن ممكن تتعمل اندر لوكال انستيزيا لو واحده فريل ان هي كانوت ويستاند فاجينال استراكتومي، فممكن تعمل لها لفور اوبريشن. لو حتى مش قادره تستاند كمان لفور اوبريشن اللي ساعتها بنلجا للباسل. واضح يا دكاتره؟ مهم كل عمليه بتتعمل لايه. يعني مثلا لو قال لك ان الست دي عندها سكند ديجري ترام كولابس تعملها كلاسيكال كاب، لا ما ينفعش بالظبط كده، لان انت بيجي لك في الكيس سيناريو هي عندها ايه، وبيجيب لك كل الاوبشنز بتاعه الاوبريشنز اللي احنا عارفينها، فانت لازم تعرف مين اللي تختار له ايه. برضو اللي هتعملها مش عندي ديستراكتومي دي لازم تبقى فيت فور سيرجري، اللي هتعملها له فور اوبريشن فيت فور لوكال انستيزيا اونلي بات نوت فور جنرال انستيزيا او ميجور سيرجري، اللي هتحط لها باسري دي هتبقى ان فيت فور اي حاجه، يعني ولا تنفع لها لوكال ولا جنرال. من الجنرال كونديشن بتاعتها، يعني الجنرال كونديشن بتاعه العينه هي يعني هيبين لك ان اذا كانت شي كان فيت فور سيرجري او لا. ان جنرال يا دكاتره عامه مش بنخيرك قوي ما بين لفور وفيسري، لان دي حاجه هتبقى شويه سبجكتيف وعلى حسب العينه وبتعملها تاس وكده، الا لو كان هو قايل لك مثلا شي كان وستاند لوكال انستيزيا. لو ما قالكش شي كان وستاند غالبا مش بنجيب لكم في الاوبشنز حاجات اللي هو تحتمل فيسري او لفور وممكن يبقى فيها ديسكريبنسي او تغيير في الرأي. في سؤال في البرولابس يا دكاتره؟